بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده بنتعرف مع بعض على ازاي نصور شاشة الكمبيوتر. برنامج الـ VLC بنفتحه وبنختار، هو في عربي وانجليزي طبعا، بنفتح القائمة بتاعة فتح ونختار يفتح جهاز التقاط، وبعدين بنيجي على أول اختيار بنختار المكتب، وبعدين معدل الإطارات ده بنعليه شوية، نخليه 10 مثلا ولا حاجة. البرنامج ده فظيع يعني، فيه حاجات كتير جدا وإمكانيات عالية أوي يعني. وبعدين من تحت بنختار حول، وبنختار منها مكان نسيب فيه الفيديو ونسميه أي اسم يعني. وبعدين بنيجي على العلامة اللي هي جنب علامة الإكس ديت على اليمين خالص أهي، وأول اختيار بناخده اللي هو MP4 أو موف، وبنيجي على مزمار الفيديو بنعلم صح على الفيديو عشان اكتب الاختيارات اللي تحت. واول اختيار بنعلي طبعا الرقم، وبعدين تاني اختيار بنعمله برضو رقم عالي شوية، 2000 مثلا، وبنسمي الملف ده برضو. وبعدين بنقول نبدأ، وبكده يبقى صورنا اللي بيحصل على سطح المكتب زي ما احنا شايفين كده اهوت، برنامج البريمير.